صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريه. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس انا بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبي. مكتبي؟ اه مكتبك. اتفضلي. ده مكتبك. وحيات امك. ايه؟ يعني شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم. انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله الله يا رب. الحمد لله يا رب. يا رب الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير. لا كتير. بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نالي. انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معانا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو. ده انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا جيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنت بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا. ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض. ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده؟ اكشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. You know what سمينة is of course. Yes. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ ذاتس سو ويرد. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. نيفر اندر استيميت مي. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ يس لمي تشيك بليز عشان عندي حاجه. البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنه. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب.
هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفة عقبال عندك. سنترال يعني؟ سنترال. دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ ايوه فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفانه وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انت. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل مني المدير كده على طول؟ يلا يلا روحي. ماشي. إلسا استاذ فلايت. ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت. حلوه دي راسيا كده. ازيك يا مستر فلايت. يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش، انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها، انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان فهم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم ازيك؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي، اول يوم شغل. ربنا يخليك يا عم. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شيرين. عارف شيرين دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطري. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم، حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني؟ هو في مفاجأة تاني؟ هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. أسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان، أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. محدش له دعوة. ايه ده؟ ايه الخناقه دي؟ ملناش دعوه بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. ما تسالي كده لو سمحت. هاي هاي. لا ساعتها هو فين سيف جاي الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقه؟ بعد الشر حضرتك سجقه. اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله. حضرتك ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربيه. انا مالي حضرتك؟ هو اللي فايق. معلش غلطت، والبني ادم خطاء. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي، حكايه كفته دي. حلوه الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال؟ انا ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده، لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايتنا. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل لما اكسر العربيه فوق دماغك. هيكسر العربيه. الو. ايوه امي. لا ازاي حضرتك، عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. عارفه شريف،
تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد في يعني احنا في قاعده زي انت دي. بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاعي ليه وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه طيب؟ ما اعرف يا شريف ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي ما تطلب برتقال يا عم ما انت طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني. محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس اتعلم شوف انا اعمل ايه. اتعلم اشقاطه تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم بيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير دنت تيل مي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا ضربونا الصبح في الجراج؟ قصدك اللي ضربوني انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب. يلا نمشي عشان ما نضربش. ماشي يلا نزوق بسرعه. ماشي شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله انا مش قادر اتضرب تاني خلاص مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا ورانا بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضرب. مش عايز اتضرب انا ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها هنخش ونركب. لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. أنا نايم جنبك ولا إيش حرفني وأنا نايم جنبك أهو. طب اطلع شوفهم ركنوا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع أنا اتضربت كتير أوي النهاردة يا سيف اتضربت كتير أوي يا سيف. ما ينفعش أطلع أنا. أنت قوي أنت قوي يا شريف أنا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ راجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده ما انت اللي غبي؟ صينينا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هم منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هرشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هترشهم. طب خلاص خليه في النص خليه في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره. الكيوريوزيتي هتقتلني. لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب.
انسه نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله. اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه فعشان لو سمحت كفايه ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني، معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها تخف على بالليل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسي. طيب بصي يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه؟ معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكة. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكة لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكة. طب ثانيه، الاستيكة عليها فراولة ومتعضعضة من الجنب. انا ما عضعضش الاستيكة عشان اعرف اهميتها، ما عضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الاستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكة دلوقتي، انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفة ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعة الثالثة ليا. للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كلية الحقوق، فدخلت كلية الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كلية سياسة واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجة اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كلية الهندسة، عشان انا ما ازعلش. ايه ده؟ يور سو سويت. اي حد بيقولك تدخل اي حاجة كده بتدخلها؟ طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزة ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنة دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. وتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليكي حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاكي رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاو، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه؟ حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه. الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقي شقاوه، خدي الشنطه يا حبيبي. بصي سيب يا حمزه، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت، لو اوصلك يعني. مالها الحاله؟ في انا كويسه، انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك، اقعد اقعد، مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه؟ انا بلعب معاك؟ فين مامة حمزه يا جماعه؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكم كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. دي ولا دي؟ دي ولا سيف سيف. ايه يا شريكي؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل.
يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت يعني؟ ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجونا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذه. حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هاني انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ فيها شوشو دي مقابله قبل بيها خطيبي؟ هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا، وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن ايه؟ اشحن بعشة. تشحن بعشة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 وال5 ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركة وانتم موظبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش بمية. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي يعني ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فين؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين. اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد؟ ساعة نستناكي؟ مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ أنت بتستظرف بقى. بصراحة أهلا يا نيلي، إزيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ أيوه. أقلعه؟ أنا مالي؟ أدخل ولا إيه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو. استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء. يا رب صبرني. أنيسة شريهان. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في ايه النهاردة بس؟ يا لهوي يا ألف نهار أبيض. اتفضل يا حبيبي. يا ألف نهار مبروك.
يا حبيبتي المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يخشي عليها حبيبة خالته بينها بدتلك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اخسى عليك. ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابسه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعة شماسي بتفرديها يعني؟ ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اخسى عليكي تاني هتقوليلي ايه اللي جابك؟ بصي بقى انا جايبالك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبالي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيبلك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت بتتنكري مني. انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك. ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي انا؟ بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مدير يا خالتي ابوس مديرك. الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير. في ايه؟ الحق يا مستر عبد الله. ست صباح. اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هانم ان الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت أجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى أن أنا زعلان، يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش أنا؟ ودي حاجة تفوتني يا سي عبدو. استنى بس ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. فضلي هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سي عبدو؟ آه شوفي لو عديت المكتب الأول ولا أقولك أنت هتحسي بنفسك. حاضر من عيني يا سي عبدو. هروح أأكل سي عبدو الأول وبعدين أبقى أرجع لك. مش هتأخر. ماشي يا خالتي. أوي. آه أهلا أهلا شريهان. إيه يا عم؟ حبيبتي عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف أنا عايز أقول لك على حاجة، لو غصتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا أو لمنير. ماشي. هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستأذنك لأني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ تخرب بيتك. ايه ده انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ اه انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حقيقة؟ سوري تشربي حقيقة؟ شاي قهوة نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي.
هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب واللابتوب في العربيه بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريعه عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهره وتمكنه من تصوير لحظه انشطار واجهه الهرم في عام 1920 ميلاديه. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي. قاف قاف. يا لهوي سريعه سرعه اسرع واحده. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيف. اهدى شويه يا سيف اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش ده بريل. انت هتعملي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي. ما انت لسه دايسه عليها. دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى بتاع. بطل شرب يا اخي البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت. البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكره انت موترني جدا والمشكله مش عندي. امال عندنا يا عم؟ المشكله عندنا. عندنا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح. انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي يعني؟ هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف. على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده. انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه. هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت. انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وقت. ايه قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي. ايه المشكله بس؟ انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي. مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه. دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش متاخر. خد راحتك. البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ فوتوز برايفت. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره.
دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبة اللي ورا، في شنطة العربية. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. Thank you, bye. هبعت صور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة. بالهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي، الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوس؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحدة ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه، اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي، انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكة. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي، لا اتعدل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا، انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنة الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسة على الكولون. فوتك بعافية يا سي عبد. أنا ما كانش ليا تومية أبدا النهارده مع الكرومب. مستر منير، في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها لحضرتك. إيه الريحة دي؟ إيه يا أنسة؟ إيه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك، أصل الموضوع خطير، بس الريحة أخطر. إيه ده؟ وبعدين وش حضرتك أحمر كده ليه؟ مضغوط يا أنسة مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني، لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي ارجوكي. مستر منير، مستر منير. ايه ده؟ حاجة مهمة
ايوه مأبوك حالك بس تكلم الناس بتوع الصيانه عشان التكييف عندي بينقط ميه، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحه طالعه لغايه بره. لا ايه ده؟ ايه دي بتزيد؟ بتزيد؟ يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب يا عيني. ارجوكي اتفضلي ارجوكي. ايه ده؟ الواحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر قول له حاضر قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ هو ده. اه ماشي وحيات امي لاجيب اخرك. ويلكم تو ايجيبت، وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي يس اوكي. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق. اسمع منير. ايوه. احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت، وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس، اوكي؟ شوفي بس موضوع الملف اخلص. حالا. ايوه. بلاش ايوه بقول لك بيفهموا عربي. اه طبعا ويلكم. شوفوا لي شريهان فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا ايه يخرب بيوتهم؟ ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا قررت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت دوقته خالتي خالتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعاد دلك. خير يا خالتي؟ خير خير زي ما تقولي كده. في بيني وبين سعاد دلك وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها. صح؟ ايه يا بنت ايه المشكلة يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكلة طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانة من الراجل الطيب، انا قلقانة من بيته السماوية اللي عملنا فيها كل سابة دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه 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 تفضلي تقوليلي تبصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجيلك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اظبط الباي والتراي. اوف يا لهوي. انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني؟ يا عم معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه شكل انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز انعكس بنات عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي.
ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا اموري عسوله قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبني كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبني مش عارفين نشيل الاستبني اساسا؟ اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. وانت بيفرق معاك زعل البنات اساسا وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا؟ مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه فيه طبعا، انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ إيه؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ عملت غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك صور جديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه العصر؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا. السوسته جت في درستي. معلش سلامتك حيوان. ما تلمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جات النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده. تحس إنها واكلة هدى. تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس ما عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى اسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا. غاية في الموضوع يعني أنا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. أنا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. أنا هتجوز صباح. صباح مين؟
خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ No way! الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي! عيب الستي! تس 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 أي أي باشمهندس! والنبي زود لي بقى الإفكت بقى! عيب يعني ده أنا حبيبة! أيوة تست! أيوة! الله! أيوة! تمام! تمام! عمنا! عمنا! باشا أنت مصور؟ مصور كوكو مصور حضرتك ما توقفليش هل بقى توقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله ماشي فين اللي معاه كاميرا الفيديو اه عمي معاك تقعد لي هنا تخرج وتدخل والكلام الحلو ده ماشي والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه يا كريكه مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد ممكن مش ده اتفقنا يلا يابا يلا الله يكرمك الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه يلا العروسه وكتاب الليله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم مش مصدقه نفسي يا سو such a nightmare بقى ده فرح بزنس مان كبير لو حد عدى من بره هيفتكره مولد على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people مش فارق معاكي خالص ان باباكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي ازاي يعني مش فارق معايا إذا كنت أنا من ساعة ما عرفت إنه هيتجوزها برجع كل يوم خلاص ليه ما بقصيش الجوازة يا نالي سو بابي قليل الأدب وبتاع ستات وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالي whatever أنا قلت سيبه يومين ثلاثة يتجوزها وبعدين أشوف طريقة أخليه يطلقها أيه بس هتخلي ست البيئة دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا أمال أخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعاً دي لازم تفضل تحت عينيا أسيبها يعني تاكل بعقله كنافة؟ حلاوة يا نالي حلاوة تس 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 تشيك إيه ده؟ تشيك سمايك تشيك سمايك أيوة الله 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 أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً ده مين اللي طالب زبادو فراولة ده؟ مساء الفل يا فندم محسوبك هاني مبروك للحاج انت مين دي حيوان انت انا ليه يعني الغلط ده حضرتك يعني انا هاني الدبدوب دبدوب يعني حيوان اهو عسل عسل والله يا فندم انت بتعمل ايه هنا انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح يعني تقدري تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز سمعتي قال ايه بلينرز اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه ليه بتحطوا اسف في كل حاجه بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا أبلة الاس دي مش بتاعت البلور لا دي اس بتاعت الابوستروف اس يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا انت مش ذكر انت حيوان وانت عسلز عسلز ممكن اجرب؟ اه طبعا تفضلي اعملي لا عايز اجرب شيكس اقولي شيكس 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 في 60,000 داهية والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير يلا طلبوها ونالوها خلاص يا خالتي سيبك منهم بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد بس يا خالتي دليلة فرحك فرحي لا ده نقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اتفو خلاص بقى يا خالتي خلاص ما تسمعونا زغروطة يا ولاد على عينك يا أهرانا على عينك يا أهرانا حبات الليلة يا عيانا على عينك يا أهرانا على عينك يا درتي على عينك يا درتي الأبيض والأحمر فضلتي على عينك يا درتي يلا اللي نورنا يلا يا حارة هوسي هوس يلا يا حارة هوسي هوس احنا اللي عملنا
حضرتك بتتكلم بجد؟ الله طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب اتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا. نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكه حديد مصريه عرسنا مية مية. سكه حديد مصريه عرسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول. يا عم رش الطول. يا عم قول وانا اقول. يا عم رش الطول. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الفتواوة. فتواوة. احنا فريق الفتواوة. للي حبيبتي معقوله جايه تنيني؟ بليز ابعد عني. انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ نيلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك. حقها تؤذى فيها. تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. لو انت مش خايف على مستقبلك خايف على مستقبلي انا. خايف عليا. من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي. حاضر. بس انتي اوفر قوي. الموضوع ابسط من كده كتير قوي. دي لو هتعدي. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره. يلا نعمل لها احلى شبوره. واديني يا ابني الزن وزينه. اهي جت اللي عملتها. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا. نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وأنا أقول. يا عم رش الطول.
يا عم قول وانا اقول يا عم رش بطول احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير احنا فريق الكوكواوا كوكواوا احنا فريق الكوكواوا للي حبيبتي معقوله جايه تنيني بليز ابعد عني انا مش مصدقه انت ازاي مش مستخبي ازاي مش مكسوف انت عازم قرايبنا عازم ناس معاك في الشغل نيلي في ايه بس هي اللي طلبت الحقيقه وبعدين انا شايف ان ده حقها كسر حقها كسر حقها هو ايه حقها ده اصلا حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير يعني حق زي بقها لا مش عضو في الجسم خالص حقها ده شيء معنوي حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها تؤذى فيها تؤذى فيها دلوقتي يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا بابي لو سمحت يا بابي انا اول مره في حياتي اترجى حد I'm begging you لو انت مش خايف على مستقبلك خايف على مستقبلي انا خايف عليا من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده حاضر يا حبيبتي حاضر بس انت اوفر قوي الموضوع ابسط من كده كتير قوي دي لو هتعدي اسا وسع 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 لها دي وقف الواقف يوسع وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره يلا نعمل لها احلى شفوره واديني يا ابني الزن والزنه اهي جت اهي لحظه العروسة جت العروسة جت العروسة جت العروسة جت
ده هاكل منك حتة. مأجرة منين؟ مأجرة ايه؟ انا مفصلة طبعا. مفصلة منين؟ ده انا رحت مخصوص للترزي بتاع استاذتي وملهمتي غدا ابراهيم عشان يعملهولي، وقلت له ان انا عايزاه موف غامق عشان الاحداث. احداث ايه؟ معرفش، هي دايما بتقول كده في اي احداث. سلموا سلموا. دلوقتي لحبايبنا اللي مشرفينا فقرة الكليب. الكليب ده اهداء لخالتي صباح. خالتي صباح اللي على طول بتقل مني وبتهني مع انها مني، بس معلش انا جلدي تخين وبستحمل. وجي الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان موهوب. وعقبال اللي لقيتنا يا شوشو، العب يا ابن الكلاب. شفتني وانا عصفورة يا سعد؟ ايوه. واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. على قد ما شفت وعشت جربت اكتر من اللي نفسي فيه. بجد الفيديو ده كارثة، أكتر من زلزال 92 وتسونامي تايلاند وقنبلة هيروشيما. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة. بنشكر حبايبنا اللي مشرفينا ومنورينا، وكنت متاكد ان اللي بيتعمل من القلب بيوصل للقلب. ولعها يا ابني. حران زهقان زهقان طهران، ابعت مشوار مشوار اليونان والكعبه بتطب والنسوان والكعبه بتطب والنسوان. انت يا ستي فاكيها ابنك شغال حكيها، انت يا ستي فاكيها ابنك شغال حكيها. طب خدي الكلام على هادي، خدي الكلام على طول، خدي الكلام على هادي. تفهمنا بالنزول، تفهمنا بالنزول. رمضان ابو العالمين، خرج وخد سطرين. يا سمير يلا اعمل هما، الناس جعانه. ايه يا هاني المنظر ده؟ مش كنت عملت البوفيه اوبن؟ اوبن ايه يا بنتي؟ اوبن يعني مشاكل، يعني خناقات، يعني هتخرجي بطبقك وست غرز في راسك. لا برضك الناس تتريق علينا كده. تريقوا علينا ليه؟ يا بنتي انت مش فاهمه، كل علبه فيها سندوتشين جبنه رومي وسندوتش لانشون وكان زايه، ده غير بقى علبه الحلو. ايه ده في لانشون؟ طب ما تقول كده، ارجع لي يا ابني بالصينيه دي، طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب، عبيها لي في اكياس وانا هوزعها بمعرفتي. واي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ الاكل عجبكم؟ بالهنا والشافة. خدت لانشون يا حاج؟ لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حاج اللي هو بيبقى مدور كده واحمر، اللحمة يا حاج. لحمة؟ لو في صالح حكي. لا في صالح يا حاج طبعا. اتفضل اتفضل بالهنا والشافة. اتفضل يا مستر منير، انا عاده بدي كل واحد سندوتش لانشون، حضرتك اتنين. ايه ده؟ ايه الحاجات دي يا ناس شريهان؟ انا ما باكلش، ماما كانت منع اي لحوم مصنعه تدخل البيت، علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي. طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح. مشكله اسامي يا ناس شريهان، دي وصيه لازم تحترم. كانت عايزاني ما اتخنش. الله يرحمها الست الوالده، حافظت عليك من فوق وطنشت من تحت. اتفضلي يا ماما ستنا، اتفضلي بالهنا والشفا.
يلا بنتي يا نيلي، انا ما بطلعش اللانشون ده الا للغالي، خدي انت وصاحبتك سوا. شكرا، مش عايزه منك لانشون. وصاحبتي على فكره اسمها سو. ايه يا بنت التناكه بتاعتك دي بفستانك الاحمر ده؟ قسما بالله الفنانه بوسي لما عملت مارلين مونوكا احلى منك. دوبي 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 دوبي، انت سمعتي بتقول لي ايه؟ دي فكره ان احنا في حفله تنكريه. يا نيلي ايوه، بس انا كان فعلا نفسي في لانشون. سو انت بقيتي زيهم؟ بصي شايفه الست اللي بترقص فوق الترابيزه هناك دي؟ اطلعي ارقصي زيها كده فوق الترابيزه وعملي بطنك كده وقولي عايزه لانشون، عايزه لانشون، اديني رمضان. انا قلت عايزه لانشون. ماما ميني ما تاكليش الساندويتش. نيان خذي هذا الساندويتش، ما تخليهاش تاكله. الحلو يجيب الحلو. بس بقى هتلزقني. انا ما اكلتش يعني. حتى دك يا ميت، هتدخل الفلوس دي بكره في حسابي في البنك باي طريقه إن كانت يا اخي. يا ده وقته. مساء الخير. مساء الخير. من فضلك بلاقيش الشاحن بتاع الموبايل عند حضرتك. وريني فيه. اه عندي. تعالى شيلهولك. طب انا افتكرت انا معايا تقريبا واحد في العربيه. ما انت مش عايز الشاحن خمس دقايق عشان شيلهولك، ما تقلقش. عند حضرتك شاحن؟ عندي اه. لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات، حتى العيال الصيع والشمامين بهوات. حضرات السادة البهوات، معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية ونجم الموال في الوطن العربي، اللي ولا واحد ولا مية يقدروا ينافسوه، اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه. المطرب الوحيد اللي دعا إلى السلام وقال السلام عليكم. المطرب الوحيد اللي لما يغني والدنيا برد تلاقيها نار النار النار. المطرب الوحيد اللي سأل على عم سلامة في شدته. معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية. بشرى لكل العيانين. جبنا لكم حكيم. شاب ولا إنسان ولا جان قمر 14 والله ربنا هيحسبك على الحلفة. الليلة ليلته وكلامي قلته آه يا بخته يا رب وعيدنا زغل العيون شقلت كياننا على قلب سحره ده هياخدنا. سقفونا خلي اليوم ده يعدي بالسلام.
اسفين يا عرسنا احنا بنضحك مش قاصدين حد بنهزر وياك من الفرحة لا انا فعلا بتكلم جد اللي نلمته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعيدنا زغلل عيوننا شقلب كياننا على فين بسحر ده يا خدنا انت ازاي تاخدي مني المايك وانا بغني انت مجنونه يا بنت انت وانا اخدت منك المايك ولا انت ايوه عشان تطلعي تتلزقي في الراجل انت والبتاع بتاعك ده يا حبيبتي نتلزق فيه ده انت مخالتي كده اللي انت بتقوليه ده ما يعرفكوش يا جماعه خلاص قلنا صلوا على النبي خلوا الليله دي تعدي على خير بقى والنبي انتوا بقيتوا قرايب ونسايب في بعض استاذ حكيم من فضلك مالكش دعوه بالناس دي لانها زهقتني في حياتي وانا اسفه قوي اني خدت منك المايك في الاغنيه بس كنت عايزاك تعرف الحقيقه ايوه بس ما كانش في داعي للنمر اللي انت عملتها قدام الناس دي حضرتك مش فاهم هما بيعملوا فيا ايه ما بس مش... بقى يا بنت انت هتحكي لي قصه حياتك الراجل مش فاضي اخرسي بقى فضحتونا مش ممكن استاذ حكيم مش عايزين نعطلك اكيد عندك افراح وحفلات وكده يا اموره اتفضل فين استاذ حكيم جاي يقعد معانا لحد الصبح عشان هو نجم شعبي يعني مننا احنا مش منكم انتوا ده مغني عالمي غنى مع جيمس براون ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ حكيم ما عرفش الاشكال دي خالص والله هتلاقيه جه عشان انت رحت مسحتوا له البيت انتوا الاثنين ما تلمي نفسك يا بنت انت هاني ده اكبر نبطش متعهد حفلات فيك يا مصر اساسا استاذ حكيم جه عشان بابايا انا هو ده بابا ايوه بابا يا بابا يا بابا 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 يا بابا الناس بتزيد معاه مش ممكن يعني بجد انت بتعملي ايه يا وليه مش انا اللي بعمل ده هو اللي بيعمل هو وانت بتهببه ايه الواد كان محظور وعايز يشخ والكنيف عندكم مشغول يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في الميه انت بتقولي ايه انا مش فاهمه منك حاجه بس يا حبيبي كفايه ايه كل الميه دي هو شارب ايه اشرب ايه يعني شارب ازازتين بير اطلعوا بره البيت خالص يلا بره ماشي يا اختي ماشي يلا امشي يلا يا ابني يلا امشي بقى يلا يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي ربنا يسامحك يا بابي يا رب الزفته دي تعدك بالليل نيلي انكل سليم تعالي ايه ده حضرتك عامل كده ليه واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن جابني هنا وقلبني سرق كل حاجه محفظه موبايل ساعه كل حاجه واحد منين من الشارع من هنا من دول معلش يا انكل امبري سوري مش عارفه اقول لحضرتك ايه طب تعالى اجيب لك حاجه تلبسها يا ريت والنبي ايه ده ايه المنظر ده ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي طب اقفي في ديره ولا حاجه استر على نفسك وبعدين مين ده مدير البحر ايه اللي انت بتقوليه ده انت اتجننتي اتجننتي ايه يا حبيبتي انت عايزين اكدب عينيا واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده هتكونوا بتعملوا ايه يعني بتلعبوا استيميشن يمكن كان بيعلمها فنون القتال بس يا متخلف انت وهي ده انكل سليم قريبنا وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك احنا ما نعرفش ناس زباله وبعدين احنا شعرفنا ما يمكن هو جاي الفرح مهوي على نفسه كده جاي فرح مهوي ازاي هو جربوع زيكم ما تلمي نفسك يا حبيبتي احنا ما نعرفش جرابيع الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم على الاقل جايين بملبسهم خلاص اهدي يا شوشو اهدي خلاص يا استاذه نيلي احنا هنحل الموضوع ده اهوت بقول لك ايه مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده هو انت عزمت ايمن قرده انا اضطريت غصب عني ده مثبتنا انا مرتين يا هاني طب هنجيبه منين دلوقتي هيكون فين يعني يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه ما تقلقش يا حاج حاجتك عندي انا هجيبها لك حاجه ايه اللي هتجيبها له انا هحبسكم كلكم الحق عليا ان احنا عايزين نساعدكم تساعدوا مين يا حراميه يا باور باور ايه نور يا ابلة whatever انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم تعملي اللي انت عايزاه انت هتقرفينا الو بوليس ممكن اعمل اوردر لو سمحت عايزه ابلغ عن سرقه في فيلا عبد الله مكاوي يا نهار اسود
حضرة الظابط، ايه السيرفيس التحفة دي؟ انا لسه قافلة حالا جيته بسرعة قوي. لو سمحت انا عايزاك تقبض لي على دي ودي والولد ده اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا، انا اللي عايزة ابلغ عن البت دي، قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروة بملابسه التحتانية. ايه الادب بتاعتك دي يا مجنون؟ ده انكل سليم. يلا يا ساعة يا بتاعت انكل سليم. بس بس بلاش كلام فارغ. انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا عمرو بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين. ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غرقت. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا، احنا مسكنا السواق. اتفضل. لا 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 يا لهوي يا خالد. اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اكلم اللوير بتاعه بس يجي الاول؟ يا باشا ده عريس. يا لهوي بس بقى. هاي ويسو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعة كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعة هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلوة قوي علينا. طب اديها بالجزمة دي ولا اعمل فيها ايه؟ خالتي استني بس، ما عندها حق الصراحة، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير راجل، ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي اقسامه هيسجن اهو. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنيلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شوية، بس قالوا لنا هيخرج بكفولة، ده نوع من انواع العقاب؟ كفالة؟ اوكي، ايه الكفالة دي؟ تعبته. اقفل يا سود دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي بنوي جوزي حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت. امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو، هي بس اللي من نفسنا مني شويه. انا ايه؟ ايوه من نفسنا مني.